السلام عليكم، يعطيكم العافية. أخوكم محمد فلشاوي، مدرب ومحاضر في برنامج تكتيكال باد. طبعا اليوم هذه الحلقة الأولى، وأتمنى يعني تحوز على رضاكم. في البداية طبعا هذه الشاشة الرئيسية، أول ما تفتح البرنامج راح يطلب منك أنك أنت تحط الإيميل والباسورد وتأكيد الباسورد، ومن ثم ننتقل إلى السيتنج. نضغط على كلمة سيتنج، راح يطلع لنا كلمة ماي اكاونت وسيتنج اللي هي الاعدادات. نضغط على ماي اكاونت، تحط الايميل وتضغط على سبسكرايب، على كلمة سبسكرايب تضغط عليها، ومن ثم تشترك في البرنامج. طبعا انا اتكلم عن برنامج ابل تكتيكال باد على جهاز ابل وايباد بالخصوص يعني. ومن ثم الشاشة الرئيسية، هذه الشاشة الرئيسية راح يكون عندك اللون الأسود والأزرق والأحمر والأصفر والسماوي، راح أشرحهم بشكل سريع جدا. اللون الأسود اللي هو اختيار اللاعبين آليا، إذا ضغطت على هذا السهم راح تقدر أن أنت تختار اللاعبين آليا. طبعا راح أدخل في تفاصيل أكثر مع الحلقات الجاية إن شاء الله. اللون الأزرق اللي هو شعار الفريق أو صورة، يعني مثلا أنا حاط شعار اللوجو وحاط صورة شخصية. اختيار طريقة اللعب باللون الأحمر، تكون تحت الشعار تختار أي طريقة لعب تحتاجها أو تبيها، ومثل ما قلت لكم راح يكون في تفاصيل أكثر. اللون السماوي أو الأصفر نتكلم اللي هي القائمة، واللون السماوي اللي هي الأدوات. والشريط اللي تحت لما تضغط على كلمة منيو راح يطلع لك هذا الشريط، النيو بروجكت اللي هو عمل مشروع أو يعني عمل جديد. الأوبن بروجكت اللي هي فتح المشروع أو فتح العمل اللي انت حفظته من قبل، اللي هو في بعد ما تحفظ اي شيء، تمرين، تحليل، حفظته راح تفتحها في الاوبن بروجكت كبروجكت وليس كصورة او كفيديو. راح تفتحها كعمل تعدل عليه، تسوي اي شيء تبي يعني في هذا الشيء العمل. الاعدادات مثل ما قلنا، المساعدة، المشاركة اللي هي فيها تقدر ترسلها كصورة كفيديو كبي دي اف، تقدر تسوي بروجكت في الانستغرام وغيره كمشاركة بالإيميل مثلا، ولكن لازم تكون مسجل في البرنامج يعني مشترك لمدة سنة. اللوحة اللي هو البورد، الملعب، وثلاثي الأبعاد اللي هو 3D. نتكلم الحين عن الأدوات. الأدوات أو التولز مثل ما نقول، راح نشوف هذا الشريط اللي هو الإيديت، القلم اللي هو التعديل أو التعديلات، وتحت نشوف الأنيميشن المثلث هذا اللي هو الأنيميشن اللي هو خاصية التحريك. هذا المطبخ أو الشغل كله فيه اللي احنا نحبه واللي احنا نبيه من أجل احنا نستخدم فيه البرنامج. راح أتكلم عن الإيديت. الإيديت طبعا راح تشوفون الخطوط، الخطوط واضحة تقريبا، الخط المستقيم، الخط المنحني، الدائرة والمربع والأسهم والخط المتعرج والخط اللي فيه حرف التي على شكل حرف التي، وعندنا الخط المنقط أو المتقطع. هذا الخط المتعرج، متعرج ومنقط نفس الوقت. نلاحظ الأحجام، ها صغير، وسط، يعني كبير. نختار الخط الوسط، خط مستقيم، والخط حرف التي. الخط الحر هذا أو المتعرج اللي انت قاعد تشوفونه الحين، هذا تقريبا أو أحيانا يستخدم في الدوران، دوران اللاعب، دوران الكرة، اللي يكون في خط مستقيم ودوران في نفس الحركة، في حركة واحدة.
مع الحلقات ان شاء الله راح اشرح لكم بشكل اكبر. راح اعطيكم مثال الحين سريع. حط علامتين كرة لاعب، راح نحرك اللاعب في حركة واحدة، جري بالكرة ودوران من خلف العلامة ومن ثم يرجع إلى نفس نقطة البداية. لعمل جري بالكرة لازم السهم أو الخطين متصلين مع بعض. لاحظ جري بالكرة دوران من نفس الحركة في شريحة واحدة سويناها. طبعا هذا شرح سريع جدا. إذا نبي نمسح اللي موجود أو نحط دائرة، حددنا هذه الدائرة والمربع المظللة والغير مظللة، الألوان المسح ومسح الكل. طبعا تلاحظون ان التمرين ما مسح، لازم يحذف من الانيميشن، من قائمة الانيميشن. نقدر احنا نشيل نحذف الشرائح الموجودة ومن ثم نمسح كل القوائم. بالنسبة للاعب والادوات نشيلهم ونحطهم برا في هذا الشكل. الادوات الموجودة طبعا في البرنامج، طبعا اللي كانوا يستخدمون البرنامج في السابق لاحظوا ان زيادة عدد الادوات، وطبعا تقدر تضيف ادوات اضافية عن طريق الزائد، راح اشرح لكم اياها في وقت اخر في حلقات جاية. التكست اللي هو الكتابة على الصورة او الفيديو او التمرين، مثلا يوتيوب محمد الجاوي، طبعا حساباتي الشخصية، سناب شات، انستغرام. بالنسبة للنوتس هذه الخاصية جميلة، فيها فيديو تقدر تدخل اليوتيوب وتنزل فيديوهات في البرنامج. طبعا لازم تكون متصل في الانترنت، ممكن انت تختار اكثر من فيديو وتحدده في نفس البرنامج. ممكن تستخدمه في عرض حالة معينة للاعبين، تشرح أمور تكتيكية عن طريق فيديو باليوتيوب، أمثلة مثلا. الأدفانسد تحديد تنظيم التمرين، عدد اللاعبين والمساحة والشدة أو الحمل التدريبي، قلت 8 مليون. طبعا هذه كلها أمثلة. الأكتف تايم اللي هو يعني وقت العمل، والراحة والربيتيشن. تكرار 3 مرات. طبعا هني هذه المساحة تقدر تشرح فيها التمرين. التكست قائمة هذه اللي هو تكست نومانيز، ممكن انت تختارها بشكل يعني سريع في قوائم جاهزة عندك، تختار التمرين هذا يعني لأي فئة، هل هو تحليل، هل هو فيديو، هل هو تمرين، بأي لغة. استحواذ 1-1،
اسمه سايد جيم، في قوائم موجودة وجاهزة لك، ممكن أنت تستفيد منها. طبعا هذا شرح الشاشة الرئيسية بشكل سريع، الإفكت اللي هو كونكترز اللي هو ربط الخطوط، يمكن أنا شرحته قبل كم يوم في الانستغرام، والتريل اللي هو المسار، والهايلايت اللي هي الإضاءة. طبعا هذا بشكل يعني مختصر وسريع، وأتمنى أن احنا نكون غطينا الشاشة الرئيسية بشكل واضح ومبسط. لا تنسون الاشتراك في القناة. أخوكم محمد فلشاوي.